طيب هنروح لبطولة عالمية أخرى، لكن المرة دي يعني هي مش في مصر، هي في روسيا. لكن اللي لفت نظرنا هناك مشاركة المصريين بقى، إن هم كانوا كتير وكانت مشاركة كمان مشرفة زي ما بتقال. نتكلم عن بعثة منتخب مصر لستريت ورك أوت. ستريت ورك أوت دي رياضة إحنا اتكلمنا عنها قبل كده، عرضنا تقرير في 10 الصبح في الأهلي، وهي بطولة عالم بتقام حاليا يعني بالرياضة دي في روسيا، وحققوا المصريين هناك إنجاز زي ما بيتقال كده تاريخي بفوز اللاعب أحمد جمال بالمركز الثاني على العالم، ومازن أحمد المركز الرابع. دي أو ده من أول مشاركة رسمية، هنا بنتكلم عن أول مشاركة رسمية لمصر في هذه البطولة، بطولة العالم المقامة بروسيا. الجميل كمان إن هذه الرياضة يعني أنت ممكن كريم تمارسها في البيت، وممكن تمارسها في النادي وفي الشارع، يعني بس تكون التولز زي ما بيتقال موجودة. و يعني مش هنقول كتير غير بجد مبروك، حاجة جميلة ان انت تبقى اول مرة بتشارك بشكل رسمي في بطولة دولية زي كده وبتفوز بمركز اول ورابع، بس يعني كمان بمركز اول دي حاجة اعتقد جميلة. ابتدت الحكاية دي تشوفيها مؤخرا من كذا سنة، يعني فاتوا في الشواطئ في الساحل الشمالي و وحتت زي كده برضه تلاقي شويه حاجات معدات موجوده والناس بتلعب رياضه وهي على الرمل على البحر في الهواء الطلقه، طبعا حاجه لطيفه جدا.